الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وبه نتوكل. في هذا الفصل المقرر عندنا هو كتاب الدروس النحوية، وهذا الكتاب صنعه أربعة من الأساتذة على رأسهم الأستاذ الدكتور حفني يوسف رحمه الله، عالم من علماء مصر المبرزين الكبار، وهو من علماء القرن المنصرم الماضي حتى توفي في أوائله، لا في أواخره، من 20 22 30. حفني بيت ناصر. هذا الكتاب كان على أربعة أجزاء. الخطة التي اعتمدوها فيه أن يقدموا للطالب في المستوى الأول معلومات نحوية متكاملة لكن مختصرة، يعني كرؤوس أقلام أو كالخريطة العريضة مع الأمثلة. في المستوى الثاني زادوا شيئا، في المستوى الثالث زادوا شيئا، في المستوى الرابع بالضبط مع زيادة، نفسه مع زيادة. المستوى الرابع جمعوا كل ما في الكتب الثلاثة السابقة وصنفوها في هذا الكتاب مع ترتيب وتبويب وزيادات فيها لتكون للمنتهى. يعني المستوى الأول تأخذه، ثم الثالث، ثم الرابع. فكان هذا الكتاب شامل لمباحث النحو بمعناه الشامل العام، الإعراب والتصريف، ففيه إعراب وفيه تصريف. المصنفون الأربعة قسموه بأقسام الكلمة الثلاثة: الاسم والفعل والحرف، بعد المقدمة التي مهدوا فيها. ففي الاسم ذكروا كل ما يخصه من مباحث التصريف والإعراب، وفي الفعل ذكروا كل ما يخصه من مباحث التصريف والإعراب، وفي الحرف ذكروا ما يخصه من مباحث الإعراب والتصريف. لا دخل للتصريف بالأحرف، لأن الأحرف لا تصريف فيها. نبدأ بمقدمة ثم نعود إلى الكتاب. سنتكلم الآن على خريطة علم التصريف، قبل أن نبدأ بعلم التصريف حتى نكون تصورا شاملا كيف سار عمل هؤلاء العلماء في تصنيف هذا العلم. نحن كنا قد عرفنا النحو سابقا يا إخوة، قلنا النحو عربي. قل يا إسماعيل، أهلا بك. كيف؟ أنت هنا تعرفه بمعنى الإعراب فقط. علم قانون تأليف الكلام دون الخلاصة، دعي الخلاصة. علم تعرف به أحوال، به أحوال الكلمات العربية إفرادا وتركيبا. ذكرنا هذا سابقا في المحاضرة الأولى في الفصل الأول، وقلنا إفرادا هذا أي علم؟ التصريف. علم التصريف يدرس الكلمة مفردة بعيدة عن سياق الجملة. طيب، وتركيبا الإعراب، يدرس الكلمة في سياق الجملة. طيب، الآن إذا أردت أن نعرف الإعراب على حدة والتصريف على حدة، فنقول الإعراب علم تعرف به أحوال ما؟ لا الكلمة، وإنما أحوال الكلام. لا له الكلام، أحوال آخر. أحسنت، أحوال أواخر الكلمة، لأنه علم الإعراب لا يدخل في بنية الكلمة، يبحث في حال آخرها فقط. إذا تعرف به أحوال أواخر الكلمة إعرابا وبناء. طيب، التصريف علم تعرف به أحوال لا أواخر، وإنما بناء. أيوة، أبنية الكلم وما يصيبها من تغيرات لفظية أو معنوية. فصار عندنا الفرق بين علم الإعراب والتصريف. علم الإعراب يهتم بأحوال أواخرها فقط، علم التصريف يدرس بنية الكلمة كاملة. طيب، الآن علم التصريف يدرس بنية الكلمة وما يصيبها من تغيرات لفظية. ما معنى تغيرات لفظية؟ تغيرات لفظية التثنية والجمع والإفراد. هنا الكلام، هنا هذه الصفة على سبيل السبب، أي تغيرات سببها اللفظ أو تغيرات سببها المعنى. بمعنى أنا عندي كلمة قال، ما أصل الألف؟ قال واو، بدليلي يقول وبدليل القول إلى آخره. إذا الألف أصلها واو، إذا أصلها قوالة،
قال ولا. لماذا قلبنا الواو ألفا؟ ما السبب؟ غيرات لفظية. سبب اللفظي وهو سهولة. السهولة التخفيف. قولك قال أخف أم قولك قال؟ قال. قال أخف. إذن هنا التغيير سببه اللفظ أم المعنى؟ هل هناك معنى استدعى منا أن نغير قول إلى قال؟ لا، ليس المعنى، وإنما التخفيف اللفظي. إذا رأيت اللفظ هنا معنى غير النصي، أي التخفيف اللفظي. ماذا يدخل فيها هذه؟ لاحظ، قول قال هذا إعلان. التغيير الذي يجري بين أحرف العلة يسمى إعلانا، وله ثلاثة أنواع سندرسها في هذا الكتاب إن شاء الله. طيب، أيضا نقول من صدمة. لو قلت لك ابني لي من صدمة على وزن افتعل، اصطدم. ايه وأين التاء؟ أنا قلت لك على وزن افتعل لا افتعل. أبدلت التاء طاء لتناسب الصاد، لأن الصاد والطاء تتلاقان في أنهما من مخرجنا، تمام، من الإطباق، الحروف الإطباق. إذن أبدلت التاء طاء لتناسب الصاد، هذا ماذا يسمى؟ إبدال في الأحرف الصحيحة، بين الصحيح والصحيح أو من علة إلى صحيح. اطلاع صار عندنا، تماما، صار عندنا إعلان وإبدال. قال أيضا الإدغام، تقول عد، ما أصلها؟ عدد. لماذا أدغمنا؟ للتخفيف، لتسهيل اللفظ، لأن قولنا عد أخف من قولنا عدد. فلذلك التغيرات اللفظية أشهرها لا كلها الإعلان، الإبدال، الإدغام. قال أو تغيرات معنوية. نرجع الصفة هنا معناها السبب، يعني تغيرات سببها المعنى. مثل ماذا التغيرات المعنوية؟ كان أقول لك أعطني الفعل المضارع من كتب، فتقول لي يكتب، هل حصل تغيير باللفظ؟ نعم، لكن ما سبب التغيير؟ تغيير المعنى. المعنى لأنه أنا أريدك أن تعطيني فعلا يدل على الحال أو الاستقبال، فتقول لي يكتب. طيب أعطني من كتب فعلا يطلب به الكتابة، أكتب. فتقول لي أكتب. إذا التغيير هنا سببه المعنى. أقول لك كلمة علم، طيب أنا عندي إنسان عنده علم، تقول لي عالم. الشيء الذي أعلمه معلوم. طيب فلان عنده كثير من العلم، علام، علام وعلامة وعليم. طيب فلان علمه أكثر من فلان، أعلم. مكان العلم مثل هذا، معلم، هذا اسمه معلم ومعلمة، وهكذا. عرفنا؟ هذه التغييرات كلها سببها المعنى أم اللفظ؟ المعنى. المعنى هو الذي حدا بنا لنغير في كلمة علم إلى عالم ومعلوم وعليم وعلامة وأعلم ومعلم ومعلمة. إذا التغييرات معنوية أو معنوية. الآن لو جئنا لنتساءل، علم التصريف ما اختصاصه؟ أقسام الكلمة ثلاثة، اسم وفعل وحرف. طيب علم التصريف هل يدرس الأقسام الثلاثة؟ لا. قال لا، أنت أول شيء نأتي إلى الاسم. الاسم إما التقسيم الكبير له، إما جامد ومستقل، لا، قبل في الإعراب، إما معرب أو مبني. جميل، ما الذي يدرسه علم التصريف؟ المبني. لا، المعرب. لاحظ من معنى التصريف، التصريف معناه التغيير والتحويل، وبناء هذا يدل على الكثرة، صرف تصريفا للتغيير والتحويل. طيب التغيير هل يكون في المبنيات؟ المبنيات الأصل فيها اللزوم والجمود وعدم التغيير، فلذلك التصريف لا يدرس المبنيات. مثل ماذا؟ أسماء الإشارة، أسماء الموصولة، ضمائر، وهكذا. تمام. طيب يدرس الأسماء المعربة. واحد. طيب نأتي إلى الأفعال. الأفعال إما متصرفة أو جامدة. المتصرفة أي التي تأتي في الماضي والمضارع والأمر. الجامدة تلازم صيغة واحدة. مثل ماذا الجامدة؟ ليس، بئس، عسى. لا يدرس عن المتصرف، وإنما يدرس المتصرف فقط. طيب ثم الأحرف لا يدرسها التصريف، لذلك يختص بدراسة الأسماء المتمكنة، المتمكنة يعني المعربة، والأفعال المتصرفة.
فلا يدرس الأسماء المبنية والأفعال الجامدة والأحرف. هذا شيء. طيب الآن إلى التصنيف، لنصنف الآن كيف يسير خط علم التصريف. قلنا أسماء وأفعال، لذلك التصريف قالوا على نوعين، التصريف على نوعين. التصريف الأول يسمى تصريف الأسماء والأفعال. الأسماء يعني الأسماء على حدة والأفعال على حدة. طيب التصريف الثاني ماذا سيسمى؟ هذا الأسماء على حدة والأفعال على حدة، ذاك التصريف الشامل. الشامل جيد. مصطلح آخر المشترك، العلماء سموه التصريف المشترك. يعني مشترك بين ماذا وماذا؟ أسماء وأفعال مشترك. حتى ننتهي من قضية المشترك، المشترك هو الذي تكون قواعده واحدة للأسماء وللأفعال. هو الذي تكون قواعده واحدة للأسماء وللأفعال. ما هو التصريف المشترك؟ سهل جدا، نجعلها نوري لسبب لفظي. هذا هو التصريف المشترك. التغيرات التي سببها اللفظ هي تدرج ضمن التصريف المشترك. الإعلان، إبدال، إدغام، وقف. مسائل الوقف تشمل الأسماء والأفعال معنا قواعد واحدة. طيب ستقول لي كيف يعني، مثل لنا. طيب نأتي إلى الإعلان مثلا. أقول لك كل قاعدة، كل واو ساكنة وقبلها كسر تقلب ياء. لو قلت لك من وزن واو وزاي ونون، ابني لي من وزن كلمة تدل تكون آلة للوزن. ميزان. ميزان. طيب هاي وزن وميزان، أين الواو؟ قلبت ياء. قلبت ياء. لماذا؟ لأن ساكنة وقبلها مكسور كسر، فقلبت إيش؟ ياء. هذا اسم أم فعل؟ اسم. طيب نأتي إلى فعل. قويلة تصبح قيولة في النهاية. قيلة. قيولة ثم قيلة. قلبت الواو ياء. هذا فعل أم اسم؟ فعل. القاعدة واحدة أم لا؟ واحدة. كل واو ساكنة وقبلها كسر تقلب ياء، سواء كانت فعلا أو اسما. أو اسما. فهذا ما يسمى بالتصريف المشترك، أي الذي تكون قواعده واحدة للأسماء والأفعال وللأفعال على حد سواء. وفي الإبدال كذلك، مثلا نقول في الإبدال كما قلنا اصطدم. مصطدم أصلها اصطدم. طيب الاسم مصطدم أصلها مصطدم. مصطدم نفس الكلام على هذه الشكل. أما تصريف الأسماء والأفعال فهو على فرعين، الأسماء والأفعال. في تصريف الأسماء ندرس المجرد والمزيد، الأسماء المجردة والأسماء المزيدة، وسيذكرون لنا ما نهاية الاسم المجرد وما النهاية التي يبلغها الاسم المزيد. في تصريف الأسماء كذلك ندرس الجامد والمشتق، وهو بحث طويل. الجامد بنوعين، الذات والمعنى والمصدر والمصادر بأنواعها، الحقيقة والصناعي والمرة وإلى آخره، والمشتقات السبعة المشهورة، اسم الفاعل ومبالغته، المفعول، صفة مشبهة، المكان، الزمان، التفضيل، الآلة. أبي أسألك أستاذ إن سمحت، أن التفاضل من الوزن للميزان مفهوم حسب القاعدة، بس من تفاضل الوزن للميزان على أي أساس التفاضل؟ إيه، إنه لا ليس من الوزن إلى ميزان. إحنا قلنا الوزن المصدر الأساسي اللي أبدل بعدين. يعني من أين أتينا بميوزان؟ هذا سؤال. تمام. كلمات العربية، اللغة العربية تتميز بأنها اشتقاقية. إذا ذهبت إلى أن ميزان هي هي بدون تغيير فيها، فأنت تكون قد نفيت الاشتقاق عن العربي. بمعنى هنا الآن الكلمة هي الوزن، الأحرف الأصلية الفاء، العين، اللام، هذه وزن. الوزن. لذلك في كل تحولات الكلمة عليك أن تلاحظ هذه الأصول. فأنت تقول عندي كلمة
ميزان، كلمة ميزان غير مستقيمة مع الوزن. أنا أعرف واو وزاي ونون، أين ذهبت الواو فصارت ياء؟ فقال هنا هناك سبب لقلبها ياء، وهو أنها ساكنة وقبلها كسر. هذا شيء عقلي، إقناع عقلي، عقلا صحيح اشتقاقا، لكن تقول لي العرب لم تقل ذلك. تتبع بعض العلماء ما ورد عن العرب في ذلك، يعني مما ورد على الأصل. نحن نقول قول قال، قد يأتيك واحد ويقول لك يا أخي أنا لا أقتنع بقال حتى تأتي لي بشيء من كلام العرب. زمان قال لي شيء ما راح أقتنع، نقول له الحمد لله أن ذلك قد كان، فقد قالوا عويرة، ما قالوا عارة، قالوا إيش؟ عويرة وحويرة، ما قلبوا البواء إلا. هذا دليل لنا أن الألف أصلها واو. لذلك يقولون هذه بقيت منبهة على الأصل. بمعنى قد يقول لك قائل لا أنت وقعت في خلط آخر، أنتم تقولون لنا الواو والياء إذا تحركت وقبلها فتح تقلب ألفا، قال قال، طيب لماذا لم تقلب في حويرة؟ نقول لك هذا دليل لنا لا لك، هذه الكلمات القليلة بقيت لتكون منبهة ودليلا على صحة استنتاجات، على صحة استنتاجات النحويين. بعض الكلمات القليلة بقيت حتى تكون دليلا يقتنع به من يقول لك من أين أتيتم لنا أن أصل قال قول هي قال وانتهت المشكلة. لا لا لا. الآن إذا المجرد والمزيد، الجامد والمشتق، ثم سندرس أيضا المفرد والمثنى والجمع. هنا اعتراض، المفرد والمثنى والجمع هنا اعتراض. ما الاعتراض؟ ما في أي اعتراض. عندي الاعتراض أن هذا من بحث الإعراب، أليس كذلك؟ المثنى بالضبط، المثنى يرفع بالألف ويجر وينصب بالياء. قال هنا في التصريف لن ندرسه من الناحية الإعرابية، سندرس كيف تتعلم أيها الدارس كيف تثني أنت، أنت كيف تثني. الإشكالات الواردة في التثنية وفي الجمع كثيرة، لذلك سندرس المفرد والمثنى والجمع، سندرس المذكر والمؤنث والمصغر، لا المكبر والمنسوب والمنسوب. أي الوقف مثلا كيف نقف على المنون المنصوب بإبداله ألفا؟ المنون المرفوع والمجرور في لغة جمهور العرب بحذف التنوين السكون، المرفوع والمجرور وهكذا، لأنه في لغة لبعض العرب يبدلون التنوين مطلقا من جنس حركته، يقولون جاء زيد ورأيت زيدا ومررت زيدي، وهي لغة مرذولة. لماذا؟ الاشتباه في حالة الجر، مررت بزيدي ممكن يفهم واحد مضاف إلى المتكلم. لذلك كانت لغة قريش أعلاها في المنون المنصوب وقفوا بالألف، وفي المرفوع والمجرور وقفوا بحذف، فتخيروا من لهجات القبائل، لأن لغة قريش أعلى لهجات القبائل. طيب الآن الأفعال، تصريف الأفعال سندرس فيه المجرد والمزيد. هنا اعتراض، اعتراض لازم يكون في اعتراض. استاذ ابو اسماعيل لازم في اعتراض. ما الاعتراض؟ لا المجرد والمزيد ما في الافعال، لا من الافعال، عند الافعال مجرد عند الافعال موجود الافعال. ها بالضبط، صار تصريف ايش؟ مشترك. لماذا لم تضعه في التصريف المشترك؟ نقول لك لا، المجرد في الافعال قواعده غير قواعد المجرد في الاسماء. المجرد في الأسماء قد يكون ثلاثية مثل قلم، ورباعية مثل دفتر، لا كتاب في الحرزية دفتر، وخماسية مثل صندل، صندل رباع، خماسية مثل خمسة أكلة محترمة لا لخي سفرجل سفرجل هذا سداسي سداسي بالأكل هذا هذا سفرجل. سفرجل كم حرفا؟ خمسة. إذا المجرد في الأسماء المجردة قد تصل إلى خمسة أحرف، على حين أن الأفعال المجردة لا تعدو أربعة أحرف.
ما تتجاوز أبدا. أربعة فقط، ثلاثة أو أربعة. أربعة مثل دحر لا ما عندنا فعل خماسي مجرد. فلذلك هل قاعدة قواعد المجرد والمزيد في الأفعال هي قواعد المجرد والمزيد في الأسماء؟ لا لا. المزيد في الأسماء قد يصل إلى سبعة، على حين أن المزيد في الأفعال قد يصل إلى ستة فقط. فلذلك قواعدهما مختلفة، فليسا من التصريف المشترك. المشترك الأفعال بتصير أكثر من ستة. مزيدي بس هذه كلمات ليست كلمة واحدة. فسيكفيك هم اللي هو أطول كلمة في القرآن. يا أخي والله ما يقول كلام أطول كلمة من حيث النظم الكتابي فقط. فسيكفيك هم الفاء كلمة حرف عطف، هو الكلمة اسم وفعل وحرف جار معرفة. السين الاستقبال كلمة صار اثنين. يكفي كلمة صار ثلاثة. الكاف أربعة. الهاء خمسة. الميم ستة. ست كلمة تبيها كيف تقول لي كلمة؟ فسيكفي كهم نفس الكلام أطول فنلزمكموها على في تصريف الأفعال سنلزم مجرد والمزيد الصحيح والمعتل. سندرس الأفعال التي أصولها صحيحة والأفعال التي في أصولها حرف علة. سنرى أن الصحيح على ثلاثة أقسام وأن المعتل على خمسة أقسام. سندرس أيضا الماضي والمضارع والأمر. أيضا ما الاعتراض أنه من مباحث الإعراب. نحن لن ندرسه من ناحية إعرابية، بل سندرس كيف تصوغ أنت فعل الفعل المضارع. عندك فعل ماض، كيف تصوغ المضارع منه بواسطته؟ هذه دراستنا في التصريف. كيف تصوغ الأمر؟ متى تأتي بهمزة وصل في الأمر ومتى لا تحتاج إلى ذلك؟ طيب. سندرس أيضا المجرد مزيد صحيح المكان الماضي المضارع والأمر المبني للمعلوم والمبني للمجهول. أيضا سندرسه من ناحية تصريفية، يعني كيف تبني الفعل للمجهول. وهذه الفقرة التصريفية وردت أي معنى؟ في الخلاصة. وقلنا في الخلاصة أشرنا إلى أن فقرة بناء الفعل للمجهول فقرة تصريفية، لأن دراسة في بنية الكلمة، نضم الأول والثالث، نضم الأول والثاني مع كسر ما قبل إلى آخره، هذه كلها دراسة تصريفية. وقلنا إنه اضطر في الكتاب أن يدخلها حتى تفهم نائب الفاعل بشكل جيد. وسندرس أيضا المتصرف والجانب. هنا اعتراض قوي. هذا اعتراض. أنتم لا تقولون أنا أحبكم من أجل اعتراض. ما الاعتراض؟ جانب الأسماء. أي أيوة سن. نعم. أي مثلاً الجامد. بالضبط. نحن قلنا قبل قليل إن التصريف لا يدرس الجامد. فكيف الآن تدخلونه في مسائل دراسة؟ الجواب. هذا حال الجامد حال الأحاديث الموضوعة. لماذا تدرس ضمن أقسام الحديث؟ لتحترز منها. وكذلك هنا يدرجون لك الجامد مع المتصرف حتى يقول لك انتبه، مو تذهب إلى ليس وتقول سأستخرج منها اسم فاعل سأستخرج منها اسم مفعول. لك هذه جامدة لا اسم فاعل. أيوه لا اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا مشتقات لها ولا تتصرف. إذن إننا وضعوه للاحتراز والاحتراس حتى تحترز من تصريفه. فهذا هو المخطط العريض لعلم التصريف الذي سنمشي عليه في هذا الفصل إن شاء الله. بناء مع شبه التام والناقص وال إيه سيذكرونه أيضاً سيذكرونه بحسب البنية. إضافة إلى شيء آخر أننا سنركز المعلومات التي وردت في الخلاصة وسنثبتها في الأذهان والأفئدة بتكرارها هنا. ستتكرر هنا مرة ثانية. يعني مباحث الخلاصة موجودة مع زيادات أيضا نحوية إعرابية مع مباحث التصريف إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب هذا كله التصريف فقط؟ لا هذا العنوان يس. ما الإشكال؟ يعني معنا أسأت من حيث أردت أن أحسن. النحو صرف تفضل سيدي. أبدا أنا. حاضر بعد الاستماع. تمام؟ توكلنا على الله. النحو صرف. النحو قواعد.
يعرف بها صيغ الكلمات العربية وأحوالها حين استعمالها وحين تشكيلها. يا جماعة تعريف النحو هنا بناء على معناه الإعرابي أم معناه الشامل للإعراب والتصريف؟ الشامل، لأنه قال حين إفرادها والتصريف وتركيبها. لو قرأنا الحاشية. الصرف قواعد يعرف بها صيغ الكلمات العربية وأحوالها التي ليست بإعراب ولا بناء. إذن أحوال الكلمات التي لا علاقة لها بالإعراب ولا البناء هذا من خصائص عن المصرف. وموضوعه الاسم المتمكن والفعل المتصرف. ما معنى المتمكن؟ المعرف. فلا يبحث عن المبتدأ ولا عن الأفعال الجامدة. ولا عن الأحرف. فصيغ الكلمات ككون اسم الفاعل من الثلاثية على وزن فاعل، واسم التفضيل على وزن أفعل، وأحوالها حين إفرادها ككيفية التثنية والجمع أو التصريف. هنا يشرح التعريف القيد الذي يوجد فوق، يشرح هذا القيد، يقول وأحوالها حين إفرادها ككيفية التثنية والجمع والتصريف. طيب وأحوالها حين تركيبها؟ وأحوالها حين تركيبها رفع الاسم إذا كان فاعلا وتأليف الفعل قبله إذا كان مؤنثا. هذا من اختصاص الإعراب، أحوالها حين تركيبها رفع الاسم إذا كان. على هذا معنى على هذا أي شيء هذا، وعلى هذا التعريف، وعلى هذا التعريف يكون الصرف جزءا من النحو. واضح. نعم. وقيل إنهما علمان مستقلان، ويعرف النحو حينئذ بأنه قواعد يعرف بها أحوال الكلمات العربية إعرابا وبناء. تمام. يعني ننقل إعراب الإعراب، نحن قلنا الإعراب هذا إعراب، هذا تعريفه. ننقل إعراب الإعراب، تعريف الإعراب إلى النحو. فنقول النحو علم يعرف بها أحوال الكلمات العربية إعرابا وبناء، النحو. ويقابله حينئذ الصرف، وهو المشهور الشائع اليوم. الشائع اليوم أن النحو للإعراب فقط، وأن الصرف قسيم للنحو لا قسم منه، ليس قسما بل قسيم مقابل. وأيه الأصح؟ الأصح أن النحو شامل للعلمين معا، وهو الصواب والله. الصرف جزء منه. بالضبط، الصرف جزء منه. وعلى هذا مضى الأوائل، مضى الأوائل. وهذا من المعنى اللغوي، نحن شرحنا قول ابن جني الخصائص، هو انتحاء سمت كلام العربي في تصرفه من إعراب وغيره كالتثنية والجمع والنسبة والتصغير. فلاحظ النحو من معنى أنت أن تنتحي أنت سمت كلام العرب، تتتبع كلام العرب وتنحو على منوالهم وعلى مثالهم، حينئذ هذا شامل للإعراب والصرف. والكلمة هي اللفظ المفرد الدال على معنى، شرحنا هذا في الفصل الأول واضح. والمركب المفيد فائدة يحسن السكوت عليها يسمى كلاما وجملة. طيب فإن لم يفد فائدة يحسن السكوت عليها يسمى كلما، إن كان مركبا من ثلاث فأكثر، كقولنا إن جاء زيد. إن جاء زيد. وتنحصر الكلمات في ثلاثة أنواع، فعل واسم وحرف. فالفعل ما يدل على معنى مستقل للفهم، والزمن جزء منه مثل قرأ ويقرأ وقرأ. طيب قوله الفعل يدل على معنى مستقل للفهم، يعني لا يحتاج إلى كلمة أخرى حتى يفهم. والزمن جزء منه، ما معنى والزمن جزء منه؟ يعني ما معنى الزمن جزء منه؟ فهمنا. ما الجزء الثاني؟ أيوه الحدث. إذا الحدث عندما نقول مثلا سمع فيه دلالتان، زمن وهو المضي هنا، وحدث يعني مصدر يعني سماع. ذاك يقولون كل فعل يضمن مصدرا، لماذا؟ لأن الجزء الثاني منه هو المصدر. قولك سمع يعني أحدث سماعا، لاحظ سماعا في الزمن الماضي، لاحظ على اختصار العربي أحدث سماعا في الزمن الماضي، قالوا بدلا منها سمع. من خلال الصيغة نعرف هاي الجزء الأول زمن، وهي الجزء الثاني حدث. فإذا والزمن جزء منه، طيب ما الجزء الثاني؟ الحد. والاسم ما يدل على معنى مستقل بالفهم وليس الزمن جزءا منه مثل إنسان ونخل وذهب. وأشرنا إلى مسألة ليس الزمن جزءا منه، أنه أحيانا يدل على الزمن دلالة الاسم على المسمى. ليس الزمن جزءا منه لكن هو نفسه اسم للزمن. اللام في كلمة الاسم ساكنة أم لا؟ هي والاسم ساكنة. والحرف ما يدل على معنى غير مستقل بالفهم مثل لم وعلى وهل. أنه الحرف لا يفهم معناه إلا بقرينة بعده، تقول تعالى وسكت، ما فهم المعنى حتى تقول على الطاولة وهكذا.
ويختص يختص الفعل بدخول قد والسين وسوف والنواصل والجوازم عليه ولحوق تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة ونون التوكيد وياء المخاطبة له. نعم. الآن هذه العلامات التي ذكرها للأفعال ذكرها على سبيل الإجمال، يعني الفعل من حيث الجنس عموما يقبل هذه العلامات، وعليك أنت أن تقسمها. لذلك نقسمها علامات الأفعال إما مشتركة أو خاصة. نأتي لأول علامة، قال قد، خاصة أو مشتركة؟ مشتركة بين الماضي والمضارع. إذن المشتركة قد مثلا تدخل على الماضي فتفيد غالبا التحقيق، غالبا كقوله تعالى قد أفلح المؤمنون، قد هنا للتحقيق والتأكيد والتثبيت، إذن للتحقيق، وهذا غالبا لدينا. وعلى المضارع فتفيد غالبا التقليل، ممكن تجي غير التحقيق في الماضي. أي في الماضي قد تأتي للتقريب كقولنا قد قامت الصلاة، يعني اقترب قيامها الآن وابتداؤها والشروع فيها، قد قامت تأتي للتقريب. وبعضهم ذكر معانيا أخرى لكن هذا المعنى المهم، إما التحقيق أو التقريب. أحيانا المضارع قد تأتي للتحقيق، وذلك في الآيات المسندة إلى الله سبحانه وتعالى، قد يعلم الله المعوقين منكم. ما معنى قد هنا؟ التقليل؟ لا. لا، تحقيق، يعني قد علم. لكن لماذا قال قد يعلم؟ دلالة على الاستمرار لإحياء الصورة وتكرارها. إذن قد هنا صحيح أنها جاءت قبل المضارع لكن ليست للتقليل هنا. وكذلك قد، نعم بالضبط، فيما يخص الله سبحانه وتعالى فنقول قد للتحقيق على الراجح. وبعضهم قال لا، هي تبقى للتقليل وبدأ يتمحل لها وجوها يعني ما تستقيم. قال أنه قد يعلم الله المعوقين قد للتقليل، لتقليل متعلقات الفعل، يعني علمه بالمعوقين أقل معلوماته، يعني فيها ما فيها للتحقيق. قد قبل المضارع المسند إلى الله سبحانه وتعالى للتحقيق. قد علم الله بالضبط، هي لماذا قال قد يعلم بالضبط؟ هي معناها قد علمه، لكن لماذا قال قد يعلم؟ يعني أن علمه لا يزول ولا يحول ولا يتبدل، هو مستمر. فأتى بالمضارع. نعم. ويختص الاسم بدخول عفوا ما تبعنا. والسين وسوف مختصة أو مشتركة؟ مختصة بالمضارع. السين وسوف ثم النواصب والجوازم. النواصب مختصة، مختصة بالمضارع. ثم تاء الفاعل وتاء التأنيث للماضي مختصة. للماضي. طيب ثم ياء المؤنثة ونور التوكيد كلاهما للأمر والمضارع. نور التوكيد تدخل على المضارع تقول لأعملن، وتدخل على الأمر تقول أدرسن، ويا أمنا ستدخل على المضارع تقول تضربين، وتدخل على الأمر فتقول اضربين. عفوا اشترك هنا. إذن المضارع والأمر و نور التوكيد كذلك المضارع ويختص الاسم بدخول حروف الجر وال عليه وحروف التنوين له وبالنداء المخاطب والاسناد اليه. قلنا ما معنى الاسناد اليه؟ التكلم يعني. ايوه التكلم عنه، الحديث عنه، وهو قلنا من افضل علامات الاسماء، لانه به عرفنا اسميه التاء في سمعت. هلا هذا الفرق بين الموضوع والمحمول، في فرق بين الموضوع والمحمول في المنطقه وبين المسند والمسند اليه؟ نفس الكلام طبعا. نفس الضبط. لكن اختلاف التسمية، المناطق يسمونه الموضوع والمحمول، أو المحكوم والمحكوم عليه أحيانا،
وهنا يسمونه مسند مسند يعني سيبويه يسميه المشغول والمشغول به. نعم. ويختص الحرف بالتجرد من خصائص الفعل والاسم. إذن علامة الحرف كما قلنا سابقا اللعنة. عدمية، عدم قبولها لعلامات الأسماء والأفعال. وزن الكلمات. ولما كان أكثر الكلمات كلمات اللغة العربية ثلاثية، اعتبر العلماء أن أصول الكلمات ثلاثة أحرف، وقابلوها عند الوزن بالفاء والعين واللام مصورة بصورة الموزون، فيقولون في وزن قمر فعل فعل، وفي وزن سدر فعل، وفي حسب فعل، وفي سمع فعل، وهلم جرى. طيب، وقابلوها عند الوزن بالفاء والعين واللام مصورة. ماذا نعرف مصورة؟ قابلوها مصورة. مصورة. حال. حال. حال منصوبة. نعم. حال منصوبة. طيب، الوزن، قضية الوزن، الميزان الصرفي. علماء التصريف أرادوا أن يضعوا ميزانا دقيقا يزنون به كل كلمات العربية مما يمكن أن يدخل في علم التصريف. فابتدعوا شيئا عجيبا غريبا، فنظروا ابتداء إلى كلمات العربية وضعوها على مائدة التشريح، فوجدوا أن أكثر الكلمات ورودا في كلام العرب الثلاثي الرباعي والخماسي. يا جماعة، يعني كلمة الثلاثي احنا نقولها الآن بيسر، ما وصلوا إليها إلا بشق الأنفس، يعني هم عالجوا النصوص ربما مئات الآلاف من النصوص حتى استقر عندهم ورسخ أن معظم كلمات العربية ثلاثية. هذه واحدة. قالوا جميل، طالما أن معظم كلمات العربية ثلاثية، إذا لنجعل الميزان الذي نقترح أن نزن به الكلمات لفوائد، طبعا الميزان لفوائد سنتكلم عنها، لنجعله من ثلاث أحرف. بدأوا يبحثون عن الكلمة التي يمكن أن تكون ميزانا، فوقع اختيارهم على كلمة فاعل، فاء والعين واللام. لماذا؟ لأنها أعم الكلمات، يعني الكلام فعل، والسكوت فعل، والوقوف فعل، والجلوس فعل، والقعود فعل، والنوم فعل، كله فعل. طيب، إذا اختاروها لعموم معناها. اثنين، لماذا اختاروها أيضا فعالة؟ قال لاحظ، لأنها اشتملت على أصول المخارج. الفاء ما مخرجها؟ الشفه. طيب، والعين الحلق، واللام اللسان، فاجتمع فيها أصول المخارج الثلاثة الكبرى. طيب، ثم رأوا أن فعل هي الأنسب لأن ما فيها حرف علة، والميزان ينبغي أن يكون صحيحا قويا يعبر عن الموزون، فاختاروا أحرف فعل، فصاروا يزينون بها الكلمات الثلاثية ويقلبون الحركات بحسب تقلب حركات الموزون. يعني يقولون مثلا قلم فعل، سدر فعل، شجر فعل، وهذا. قالوا لكن بقي إشكال، نحن قلنا صحيح أكثر الكلمة الثلاثية، طيب وإذا كانت الكلمة رباعية كلها أصول؟ قالوا نزيد لاما في الميزان، فقالوا مثلا في دحرج فعل لا، زادوا لاما. طيب فإن كانت، نعم تفضل، أي قالوا لأن الأواخر أعنى بالزيادة من الأوائل. أجابوا عن هذا، دائما الآخر هو محل التغيير، هو الضعيف، ووضعوا التغيير في الآخر، جعلوا كذا. أجابوا عن هذا، لأن بعض النحويين ذكر أن العين هي التي تكرر، وهم قلة، فردوا عليه هذا. فعلنا. ثم قالوا طيب وإن كانت خماسية؟ قالوا أيضا نزيد لا، من يعني سفرجل؟ فلعلنا. لا، فلعلنا. فعلنا. سبق لسان. فعلنا. هاي ثلاث لام. طيب قالوا انتهينا من هذه المشكلة. قضى فاعل. ايه تمام. سنأتي إليها واحدة واحدة. قالوا انتهينا من المجرد ثلاثي رباعي خماسي. طيب وإن كان في الكلمة زيادة أيضا نظر. قالوا هذا الأمر يحتمل وجهين. إما أن تكون الزيادة ناشئة من تكرير حرف أصلي. يعني أنا أقول علبة وزنها فاعلة. هذه الفاء، العين فاء، اللام عين، لا. طيب علم فعل. انا ماذا كررت؟ اللام اللي هي عين الفعل. عين الفعل. قال نكرر العين الفعل. قال اذا كانت الزياده ناشئه من تكرار حرف الاصلي كررنا ما يقابله،
يعني هاي تقابل العين في فعلة فنكرر العين. طيب أنا عندي خشنة فعلة أريد أن أجعله على صيغة، لا مسألة الصيغة أنك الواجب له أقول أيوه شوشنة. هلا خشنة ما وزنها؟ فعلة. فعلة أين العين؟ الشين. الشين جميل. قلت إخشو شنا، أنت ماذا كررت؟ الشين. الشين التي هي عين الفعل. عين ماذا تفعل في الميزان؟ كررنا ما يقابلها في الميزان أولا. قال نكرر ما يقابلها في الميزان. عفاريت. ثم قالوا أما إن كانت الزيادة غير ناشئة من تكرار حرف أصلي، شوف على هذا التحدي، فلا يمكن أن تكون هذه الزيادة إلا من عشرة أحرف. هذا ما يجرؤ أن يقوله أي واحد. لا يمكن أن تكون الزيادة إذا لم تكن من هذه المسألة، لا يمكن أن تكون إلا من عشرة أحرف. جمعوها فنوع فقالوا أمان وتسهيل، اليوم تنساه، شكرا المشروع، سألتمونيها، هويت السمان، حفظ الله، وهكذا. نعم. فإذا قالوا لا يمكن أن تكون إلا من عشرة أحرف. قالوا فإذا كان الزائد من هذه الأحرف العشرة نجعله في الميزان بلفظه، يعني نقول مثلا استغفر، أين الأصول؟ استغفر نضع فاء عين زائد الزائد ينزل بلفظه استغفر اجتمع اشتعل افتعل انتصر افتعل افتعل طيب انكسر انفعل لا ما يفتعل انفعل انفعل النون زائدة انكسر وهكذا. فقالوا الزائد ينزل في الميزان بلفظه، انتهوا من قضية الزائد. الزائد قاض في ألف، طيب قالوا انتهينا من الزائد. والمحذوف قالوا إن كان في الكلمة حذف حذفنا ما يقابلها في الميزان. يعني أنا مثلا أقول نقول وقف وزنها فعل فعل الواو فاء ننتبه في المضارع يغل وزنها لا يعل يعل الواو طارت. قال نحذف ما يقابلها في الميزان، حذفنا الفاء في الميزان لأنه لماذا هم وضعوا الميزان؟ حتى يكون معبرا عن صورة الكلمة. لأنه إذا قال لك وزن يقف يعل أنت مباشرة ينبغي عقلك أن يشتغل فيقول يعل إذا في حذف، إذا فاء الكلمة حذفت، تتبين من خلال الميزان الحذف الموجود في الكلمة. وفي الأمر يقولون كيف وزنه؟ عين. الواحد. طيب وعد فعل يعد يعد عد عين. عين. عد. طيب عاد فعل. سنتكلم لماذا فعل. فعل يعود يفعل 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 يعود يفعل. سنتكلم انه النقل لا يؤثر في الميزان. اي طيب ما هو الكلام؟ عد فل فل. اما عد عين لانه اختلف المحذوف. وعد عد. فعل عين فعل. تمام. ها اما عاد يعود عد. ما المحذوف؟ الألف التي هي بلوازي العين الفعل العين صح؟ عد فل لأن المحذوف العين. قالوا انتهينا من المحذوف، بقيت إشكالات. قال الإعلال والإبدال والإدغام لا تؤثر في الميزان. نحن قلنا في أول الدرس قال ما أصلها؟ قول. قول ما وزن قال؟ فعل. طيب صارت قال؟ فعل. فعل. الإعلال الذي حصل فيها بأن صارت ألفاً لا يؤثر في الوزن، تبقى قال فعل. طيب الإبدال اصطبر ما وزنها؟ افتعل. نزينها بحسب الأصل، أصلها استبر. الإبدال لا يؤثر في الميزان. هي عربية ضعيفة عربية زعيفة لأن افتعل الوزن بحسب الأصل. وكذلك الإدغام عد ما وزنها؟ عبد فعل. وزنها فعل. فعل لأن أصلها عدد. عدد نزينها بحسب الأصل
الإدغام لا يؤثر في الميزان. الإعلان والإبدال والإدغام لا تؤثر في الميزان. فهذا يعني ملخص عما سيذكره. نعم. ولما كان أكثر كلمات اللغة الثلاثية اعتبر هل صحيح أنه اعتبر استعماله يعني استعمال فاضل؟ هو ليش أنه أن تقول اعتبرته يعني جعلته معتبرا ذا شأن يعني، لكن هنا اعتبر بمعنى عدى يعني صارت من الشائع، لكن ما أدري بالضبط يعني. أنا يعني شفت مجمع اللغة العربية من كم سنة في القاهرة اعتبرها بمعنى عدى في القاهرة أنهم يتسمحون كثيرا، وهذا أنا متوقع يعني، لكن هم عمالقة ليسوا بالهينين، لكن يعني عندهم تسمح كثير. وكان في الباحث اللي أخذ الكلام ومستشهد بأبيات شعر قديمة فيها هذا اعتبر بمعنى هذا ذلك. هو في كتاب خاص بقرارات مجمع اللغة العربية ربما نجدها فيه. نعم. فإن كانت فإذا زادت الكلمة على ثلاثة أحرف، أولا فإن كانت زيادتها ناشئة من أصل وضع الكلمة على أربعة أو خمسة، يعني إن كان الأربعة أصولا وإن كان الخمسة أصولا زدت في الميزان إلى من أولى ميل على أحرف فعلا، فتقول في دحرج مثلا فعلا، وفي جحمرش فعلا. جحمرش يعني السيدة المرأة العجوز، العجوز يقال لها جحمرش، اللفظ يدل على المعنى ينبئك عن المعنى ثقيل. إذا العجوز. نعم. وإن كانت ناشئة من تكرير حرف من أصول الكلمة كررت ما يقابله في الميزان، فتقول في وزن قدم مثلا فعل، وفي جلب فعل. وإن كانت ناشئة من زيادة حرف أو أكثر من حروف سألتمونيها، هون حضرتك حكيت يعني نفس الأحرف بس عدة صياغات. ابن مالك قال أمان أمان وتسهيل طوى أنس يومه بلهفة محزون أمان وتسهيل. المهم هي هاي هي هويت السمان فشيبنني وما كنت قدما هويت السمان. المازني المازني قال هويت السمان على أصول الكلمة جئت المزيد بعينه في الميزان، فتقول في وزن كاتب مثلا فاعل، وفي مبدع مفعل، منزل الزائد بلفظه، وفي استغفر استفعل. الآن الحاشية. نعم. وإذا حصل تحريم وتأثير في الموزون يحصل مثله في الميزان، فتقول في وزن آراء أعفان لأن مفرده رأى على وزن فعل. رأي، لكن المصريون دائما الياء لا يثبتون النقطتين. رأي على وزن فعل. نعم. قدمت الهمزة التي قدمت الهمزة التي هي عين الكلمة على فائها وهي الراء لدليل المادة الموجودة قبل فاء الجر. تحتاج شرحا مطولا. نعم. حتى ننتهي إن شاء الله. وإذا حذف شيء من الموزون حذف رضيوه من الميزان فقم على وزن فل. قم على وزن فل، لماذا؟ لأن المحذوف الألف التي تقابل العين. وغز على وزن أفعو، أي محذوف اللام. وعد على وزن عين. وإذا حصل إعلال بالقلب أو التسكين في الموزون لم يحصل في الميزان، بل يبقى على حاله مثل قال وباع فإنهما على وزن فعل. لماذا؟ لأن أصلهما قال باع يوزنان بحسب الأصل. يلا دقيقة. ومثل مرمي فإنه على وزن مفعول، ومثل يقول ويدعو فإنهما على وزن يفعل. أيوة. يقول أصلها يقول يقول يفعل، نزل بحسب الأصل، لكن الضمة ثقيلة على الواو فنقلوا حركتها إلى جارها الصحيح القاف. تتحمل الحركة الواو ما تتحمل. يقول صار وزنها يفعل لثقل الضمة على الواو، نقلوا إلى الساكن قبلها الصحيح فصارت يقول. أستاذ أنس طبيعة يقول لحالة في الإعلام النقل نقول في الإعلام. أي نعم. في نقل الحركة من الحرف العلاء إلى الألقاء قبلها طبعا إذا كان صحيحا. إلى الآن إلى آراء. أنا الآن عندي كلمة رأي. رأي أين الفاء؟ الألف. العين؟ الألف. اللام.
أردت أن أجمع على وزن أفعال، بس نجمع بالترتيب الآن. أفعال أفعال ها؟ هاي الهمزة الزائدة كما هي. الفاء أين الفاء؟ إذا أر. العين أين العين؟ الهمزة. أر. وهي الألف زائدة من أفعال. واللام أين هي؟ أر آي. أراء أصلها أر آي. أر آي. لو نعرف ما صار نفسه. الشروع مرزق. أر آي على وزن أفعال. طيب، قاعدة من قواعد التصريف التي لا تقبل النقد، إذا وجدت ياء في الطرف أو واوا وقبلهما ألف زائدة أبدلتهما همزة وجوبا. يعني لاحظ، سما يسمو سما ون سما يسمو سما ون. ماذا فعل بالواو؟ سماء. سماء. بنى يبني بناء بناء. ماذا فعل بالياء؟ بناء بناء. وهكذا تقول جلا يجلو جلاء جلاء ون جلاء. كسى يكسو كساء ون كساء. وهكذا كل واو أو ياء وقعت في الطرف وقبلها ألف زائدة ألف أفعال هذه فإن تبدل همزة وجوبا. إذا نأتي على الحالة الأولى صارت أر آ أن أن أر آ أن. والعربية لغة النطق في السمع وعلى اللسان. المشكلة أر آ أن من أين أتى هذا الثقل؟ تكرار تكرار أثقل حرف في العربية وهو الهمزة. فلاحظوا الآن هاي الزائدة فاء عين زائدة لا فقدموا الهمزة اللي هي العين هاي فاء قدموا الهمزة على الراء فصارت أراء أراء استغاث من جوع بما أماته. قدموا الهمزة فجعلوها لصيقة الهمزة صارت أراء. لكن العرب دقيقون فيها قال يحتمل الثقيل إذا كان سبيلا للخفيف. هنا لماذا احتمل الثقل؟ لأنه بسرعة قاعدهم ما القاعدة؟ إذا التقت الهمزة ساكنة وقبلها همزة مفتوحة ماذا نفعل؟ فصارت آراء ثم مزجوهما فصارت ماذا فصارت؟ فما وزن آراء؟ وزنها أعفال 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 ورجع الأصل إيه لا نقلنا القلب يؤثر نقلنا العين إذا نقلنا شوف لأنه نقلنا العين إلى ما قبل الفاء أعفال أعفال كانت أر آ أفعال صارت آر أعفال مشكلة فقيلة من يود أن يعيدها؟ من يود إذا يود أي ما يناسب لها من يريد أن يعيدها؟ لن يغامر بها لن يغامر أحسنت يا أصلا لن يغامر في عادتها إكتابة جنة لا لا لفظ أي شيء هي أصلها رأي على وزن فعل جميل إذا بدنا نجمعها على وزن أفعال بدها تطلع أرآي أيوه أرآي هي الياء هي التي كانت في رأي وعند العرب قاعدة إذا كانت ياء أو واو مسبوقة بألف زائدة تبدل إلى همزة بالضبط فأصبحت أرآ أيوه أرآ ثم حولت الهمزة إلى جورناها إلى الهمزة الأولى أيوه صارت أقرا سبب انتقالها انتقال سبب انتقالها لتكون سبيلا إلى إبدالها ألفا لا تبدل في المسوق يعني هل هو المسوق نعم لأنه هنا لا يمكن أن يبدلوها هنا أرآ هل يمكن أن يبدلوا الهمزة هنا ألفا ما يمكن بده حل إجباري بده حل يعني فقال يا أخي بنحتمل الثقيل الذي هو تجاور الهمزة لأن هذا الثقيل ليس ثابتاً نحن بدنا ننتقل منه إلى إيش؟ إلى إبدال الهمزة ألفة ثم إبداله ممن؟ فقط هذا المصورة نعم ثم فحولت إلى في أول الكلام ثم أصبحت هناك همزتان فألغيت الساكنة بالضبط وابدلت بدلها مدفع طبعا تبدل الهمزه الساكنه اللي حسب الحركه الذي قبلها طبعا هنا الذي قبلها همزه مفتوحه فابدلت واو طبعا واو مكسوره ايمان اصلا ايمان وهكذا طيب
إذا آرى وزنها أعفر أصلاً فيها شيء يعني هيبتها أكثر من حقيقتها. آرى أعفر خلص القضية. طيب أيضاً نأخذ شيئاً من القلب. قالوا في غير آراء قالوا يأس ما وزنها؟ فاعل جل. طيب أيس سهل فاعل عافل عافل عافل. لماذا؟ لأنه العين اللي هي الهمزة جعلناها قبل الياء التي هي أيس. وفلان مكتوب على جبينه أيس من رحمة الله ما وزنه أيس عافل 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 يائس إيه صح صح حصل قد مكان أستاذ ليش ما يائس كلمة لحاله هل تعرف لماذا درسوا القلب مكان؟ والله ما كانوا يعبثون الجماعة ما كانوا يعبثون الجماعة دقيقون في كل ما عملوا. القلب المكاني حتى لا يحتار طبعا مين هذا الذي لا يحتار؟ المهتم الذي يريد أن ينقب ويفتش في العربية. يقول أيس يأتي إلى المعاجم يبحث عن المعجم المعجم كلمة كلمة فلا يجد أيس. نقول له لن تجدها. لماذا؟ لأنه ليست في باب الهمزة، هذه في باب إيش؟ في باب الياء مما يأخذ بالأوائل. هو يبحث في باب الهمزة يقلب باب الهمزة كم يوم فلا يجد. بدي أعرف ما معنى أيس فلا يجد. إيه لن تجد. فالعلماء نبهوا قالوا انتبه هنا قلب مكاني يعني عن أيس أين تبحث عنها في معجم يأخذ بالأوائل؟ الياء في باب الياء وليس في باب الهمزة لأنه هي فيها قلب مكاني. يحتمل الثقيل إذا كان سبيلا إلى الخفيف وهذا من لطائف قواعده. هذا مصور نقل الهمزة هنا. نعم نقلوها لا لتكون في جوار الهمزة هذا في غاية الثقل. نعم لكن هي يعني انتقلنا من مرض إلى موت. نعم لا لا هنا نحن لم ننقلها لتكون أقرى ننقلها لنبدلها نضحك على الهمزة أقرى نشيلها نستفيد منها. طيب أيضا قالوا من ال القلب المكاني جاه ما وزنه جاه؟ فاعل لا فاعل لا فاعل فاعل لا أبعدت جدا ماذا يا إسماعيل؟ فاعل 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 الجاه. طيب من أين أتت كلمة الجاه؟ جواه وإلى اليوم العوام بعض المدن ماذا يقولون؟ لأجل والله ذهبنا للصلح وأخذنا جاه وجاهنا وجاه. نجمع بين الواو والألف. إذن الجاه جاء من الوجه والوجه أشرف ما في الإنسان فدائما صاروا يستعملونه مجازا بمعنى إيش؟ بمعنى الشرف والمكانة والمنزلة جردوا من الوجه المعنى الذي لاحظه العربي فيه من الشرف والمنزلة إلى آخره فجردوا منه هذه الصفة وصاروا يستعملونها فيقولون جاه فلان. طيب جاه فلان ما أصله؟ وجه وجه عالي على وزنه جاه فعل فعل قلب فصار جواهن جواهن مثل إيش؟ مثل قوالة قوالة فعل قال صارت هاي جاهن عفل وقلنا الإعلان لا يؤثر في الميزان. طيب جاهن ما وزنها؟ عالم لا ما هو عالم عفل عفل قلب الواو الألف أيوه لا يؤثر لأنه هي أصلا الألف كانت هنا كانت واو وقلبت ألف فجاهن جواهن عفل وهكذا. في كلمة شأن وزنه الشمس المتشمس ميسة كيف هذا؟ هذه من عندك الشمس المتشمس ميسة هذه ليست من كلام العرب هذه من كلامك على مبدأ تشرق العصافير وتسقط طيب إلى الكلام على الفعل. نعم اقرأ تفضل اسمعي. الكلام على الفعل وفيه تسعة أدوار. الباب الأول في ماضي المضارع والأمر. ينقسم الفعل إلى ماضي ومضارع وأمر. فالماضي ما يدل على حدوث شيء مضى قبل زمن التكلم مثل قرأ وعلامته أن يقبل التاء على التاء الفاعل كقرأت وداء التأنيث الساكنة كقرأت. جميل. وعلامته أن يقبل ما يعرب علامته؟ لا إعراب الإعراب لا علامته أي ما يعرب عملته علامته مبتدأ مرفوع وهو مضاف
والهاء مضاف إليه. وأين خبر علامته؟ المصدر المؤول. علامته قبول. علامته قبول. إن شاء الله سنعلم بعض ما يمر علينا تدريبا على آخر. طيب اقرأ الحاشية. نعم. إيه تحت تحت. هذه التاء تكون ساكنة إذا وليها متحرك. وليها. نعم. نحو قالت فاطمة فإن وليها. وليها. فإن وليها ساكن كسرت للتخلص من إلقاء الساكنين. فقالت امرأة العزيز. هي قالت امرأة. التقت التاء بإيش؟ لا. ما الساكن الثاني؟ الميم. لا الميم. قالت ام. اصطدمت بالميم. أما الهمزة فهي غير ملفوظة بالوصل. وإنما الهمزة لماذا أتوا بها؟ لأجل الابتداء. إذا أردت أن تبتدئ تقول امرأة. امرأة. إلا إذا كان الساكن ألف اثنتين فتنفتح نحو قوله تعالى قالتا أتينا طائعا. أتينا. أتينا طائعا. إذا قالتا أصلا قالت. فلما جاءت ألف الاثنين وألف الاثنين الحرف الميت لا يقبل قبله إلا الفتحة. فصارت قالت حركت بالفتح لالتقاء الساكن. إذا الأصل أن تحرك بالكسر إلا إذا التقت بالألف تحرك بالفتح. قالتا فتقول والتاء حرف تأنيث وحركت بالفتح لمناسبة الألف أو لالتقاء الساكن. الحرف ميت. لماذا ميت؟ لأنه لا يحتمل الحركة بحال. هلا لاحظ الواو. الواو والياء قد تصحان. متى تصحان؟ إذا احتملتا الحركة صار ملحقا بالصحيح. قد تصح الواو والياء لكن الألف هل تصح بحال؟ لا. الواو والياء مريضتان أما الألف فميتة. لذلك ماذا قال؟ أحدهم قال دخل على الملك الناصر أو فأخذ هذه القاعدة النحوية فقال سلم على المولى البهائي وصف له شوقي إليه وأنني مملوكه أبدا يحركني إليه تشوقي جسمي به مشطوره منهوكه. ونستعمل إيش؟ مصطلحات العرضية. جسمي به مشطوره منهوكه لكن نحلت لبعده فكأنني ألف وليس بممكن تحريكه. لكن نحلت لبعده فكأنني ألف وليس بممكن. لاحظ كيف استعمل هذه القواعد النحوية الشاعر ابن عنين. ابن عنين دخل على القاضي الفاضل متوفى سنة 300 وله كثير من الأشعار على هذا النمط. النحاة من كثرة ولعهم بقواعد النحو دخلت في حياتهم اليومية فصاروا يستعملونها في. ابن عنين نفسه يقول كأني من أخبار إن ولم يجز له أحد في النحو أن يتقدم. أن الناس كلها تدخل عليك إلا أنا مؤخر. فكأنني من أخبار إن ولم يجز له أحد في النحو أن يتقدم. عسى حرف جر من نذاك يجرني. عسى حرف جر من نذاك يجرني إليك فأبقى في ذراكم مقدما. يعني استعمل القواعد النحوية. آخر يقول وقائلة أراك بغير مال. أنت فقير وأنت مهذب علم إمام. أساس أنت واحد يعني من علية القوم ولا مال لك. فلاحظنا هذا الجواب الدقيق. فقلت لها فقلت لأن عكس المال مع عكس المال يعكسه لا. لام. وما دخلت على الأعلام لام. هذا عفريتا هذا شياطين بشر. فقلت لأن عكس المال لام. لام. أنت معك لي أنا علم. طيب العلم هل يدخل عليه لام التعريف؟ أنا علم. أنا لا يصيبني التعريف. أنا معرفة بنفسي لا بالمال. بعيد جدا التجريد الذي أخذه. قلت لأن عكس المال لام. وما دخلت على الأعلام. أراك فقيرا حالي. لا. وقائلة أراك بغير مال وأنت مهذب علم إمام. فقلت لأن عكس المال لام وما دخلت على الأعلام لام. وقد جمعت منها إلى الآن حوالي 40 قاعدة. يعني لعل إن شاء الله فترة تصدر جمعتها. هي نوع من تعليم القواعد بهذه الطريقة. يعني أنت تكسب القارئ
معلومة لطيفة واستعمالا في الحياة اليومية وظرفا وكياسة فيها، إضافة إلى معلومة نحوية مع الظرف والهزل تدخل له معلومة نحوية، وهي أن الأعلام لا تدخلها لام التعريف. نعم، يعني وصل إلى 40 تقريبا. الخصاصة على الخلاصة لا غير هذا. رفعوا الخصاصة عن قراء الخلاصة. أيوة عفوا. وكل حرف ساكن صحيح في آخر الكلمة يحرك بالكسر إذا تلاه ساكن آخر، نحو خذ الكتاب ولا تهمل المطالعة. إذا الأصل في الساكن الصحيح أن يحرك بالكسر عندما يلتقي بساكن آخر، إلا في موضعين. تفضل. ويستثنى والله صدق والله صدق هي ويستثنى. ويستثنى من ذلك موضعان، الأول إذا كانت الكلمة الأولى من والثانية أل، فإن الساكن الأول يحرك حينئذ بالفتح، نحو من الكتاب. أنت قلت من الكتاب على الأصل، الأصل أنه يحرك بالكسر، لكن هنا إذا كانت الكلمة من وبعدها أل نحرك النون بالفتح، فنقول من الكتاب من البيت، ولا نقول من الكتاب، لا نحركه بالكسر. والموضع الثاني إذا كانت الكلمة الأولى منتهية بميم الجمع، فإن الساكن الأول يحرك بالطاف، نحو لهم البشرة. البشرة. نعم. لهم البشرة. ما قال له مل بشرة. لهم البشرة حركت بالضم إذا كانت ميم الجمع الأولى. فإن كان آخر الكلمة الأولى حرف مد أو واو جماعة أو ياء مخاطبة إن حذف للتخلص، نحو حذف للتخلص من التقاء الساكنين. إذا كان الأول علة، العلة هل يحرك؟ ما يحرك، فماذا فعل به؟ حذفه تماما، لكن يحذف لفظا فقط. يعني اهدنا ألف، اهدنا الصراط، التقط الألف بالصاد الساكنة الأولى، فماذا فعلوا بالألف؟ حذفوها لفظا لالتقاء الساكنين. نعم. وقالوا الحمد لله. أيوة، وقالوا الحمد لله، حذف الواو لفظا لالتقاء الساكنين. طبعا مبحث التقاء الساكنين هذا من التصريف المشترك، فماذا فعل المصنفون جزاهم الله خيرا؟ وضعوا لنا هذا البحث في الحاشية تحت، يعني خلاص ما في بحث الالتقاء الساكنين الآن فيما بعد، هنا هو هذا هو البحث. نعم. البس الثوب. البس الثوب، حذفت الياء لفظا لالتقاء الساكنين. ويعتبر التقاء الساكنين إذا كان في كلمة واحدة وأولهما حرف الياء وثانيهما مدغم في مثله، نحو خاصة والضالين. الضالين التقى ساكنان أم لا؟ ولم يحذفوا الألف. لاحظ الضالين التقى ساكنان، هي الألف وهي حرف مد واللام الأولى الضالين، التقى الألف باللام الأولى من الضالين. قال هذا جائز لمن؟ بشرطين، إذا كان الأول حرف مد والثاني مدغما في مثله، يعني لا مدغم في لا نون في نون. الضالين خاصة، ولذلك كان هذا المد. لماذا كان هذا المد؟ هذا المد المثقل في ست حركات، لماذا؟ لتسويغ هذا الالتقاء غير المغتفر أصلا. يتقول خاصة ثقيلة، خاصة كأن الإنسان يأخذ اندفاعا حتى يستطيع أن يتكلم بهذين الساكنين. وكذلك تقول تمود الثوب، تمود، وهكذا. والمضارع ما يدل على حدوث شيء في زمن التكلم أو بعده، فهو صالح للحال والاستقبال، ويعينه للحال لا التوقيت وما النافية، نحو إني لا يحزنني أن تذهبوا به. إذا المضارع محتمل للحال والاستقبال، طيب نريد مخصصات نعرف من خلالها أن المضارع هنا للحال، قال إذا دخلت عليه لام التوكيد، تقول مثلا إني لآتٍ، ما معنى إني لآتٍ؟ عفوا إني لآتي، فعل مضارع لا اسم فعل، يعني الآن سآتي، الآن آتي، فاللام هذه خصصته لإيش؟ للحال. إني لا يحزنني، يعني حال الآن تمام. ما يعرف هذه اللام إني لا يحزنني؟ لام توكيد المزحلقة تماما، معناها التوكيد، إعرابها
المزحلق وجملة لا يحزنني ما محلها من الإعراب حالية لا خبرية محرفها خبر لإيمان طيب والمصدر المؤول من أن تذهبوا يحزنني أن تذهبوا فاعل يعني يحزنني ذهابكم في محل رفع فاعل وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تمنع ما تدري في لحظتها ما تدري نفس ماذا تكسب غدا ما نافية للحق نعم طيب ماذا تكسب ماذا نعرب ماذا ماذا نعرب ماذا 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 تكسب مفعول به لا إيش تدري ماذا الذي تكسب قربت يعني لكن تحتاج إلى تفصيل فيها وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا ما الذي تكسبه طيب أنت حللت أولانا معنويا بقي الآن تحليل الإعراب صح ما الذي تكسبه أيوة ما نبدأ بها فيها وجهان في الإعراب دائما نقول ماذا تكسب ما بعد شيء صمتي ماذا تكسب ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع خبر لا مبتدا وصح ذا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر ما الذي تكسب الجملة صلة الموصول طيب أين الضمير العائد على الاسم الموصول ذا قرن محذوف أي تكسبه الضمير العائد على ذا تكسبه طيب استاذ السؤال طيب هون ذا لما عرضناها خبر يعني إذا بدلها مثلا بكلمة شيء ما شيء يعني خبر ما أتم ما أتم في المعنى الجملة لأنه ذا الموصول نحن بتعريفه قل الموصول هو الذي لا يتم معناه إلا بجملة الصلة بعده أيوة. هو فقير صحيح نعم شلون في الاسم الموصول كذلك ثمة بعض الأبيات ماذا قالوا هو الذي يحتاج إلى سياق في الأبيات التي ذكرناها أيضا قالوا في الاسم الموصول أبياتا مثلها يعني نعم إذا تكسي صلة الموصول ضمير العائد محذوف نعم الآن فيها وجه آخر في الإعراب وأسهل ماذا تكسب؟ ماذا لم نعرف اسم استفهام؟ أيوة ماذا بالضبط اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدر لإيش؟ لتكسب يعني تكسب ماذا؟ تكسب ماذا؟ قدم المفعول به لأنه اسم استفهام وهذا الأيسر ماذا صنعت بالضبط ويعينه لاستقبال السين وسوف ولم وأن وإن يعني أحرف الأحرف الناصبة تعينه للاستقبال أحرف الشرط تعين أدوات الشرط تعينه للاستقبال السين وسوف تعينه للاستقبال نحو سيصلى نارا سوف يلا لن تراني وأنت صوم خير لكم وإن يتفرقا يغني الله من سعته وعلامته أن يصح وقوعه بعد لمه كلم يقرأ ولا بد علامته أن يصح وقوعه بعد لمه نحن في الخلاصة قلنا أن يصح وقوعه بعد السين كله واحد لا إشكال المهم يكون الحرف مختص به علامته أن يقبل لمه يصح ما في مشكلة ولا بد أن يبدأ المضارع بحرف من أحرف أنيت فالهمزة للمتكلم الواحد أو للمتكلمين يعني أنا أقرأ سواء كان المذكر أو المؤنث المذكر يقول أنا أقرأ والمؤنثة تقول أنا أقرأ نفس الشيء والنون له مع غيره أو لها مع غيرها لاحظ له مع غيره عبارة دقيقة النون ليست لجماعة المتكلمين لا
للمثنى وللجمع لثقل له مع غيره، سواء كان الغير مثنى أو جمع. يعني أنا وزيد نقرأ، وأنا وزيد وعمر وبكر كان ما يسعر ثلاثة دول مع العمر نقرأ. إذا المثنى والجمع نقول نقرأ. نعم. والياء للغائب المذكر وجمع الغائب. أيوة، وجمع الغائبة. ما معنى ذلك وجمع الغائبة؟ أيهن يذهب يقرأنا، نأتي بالياء في أولها إذا كان لجمع الغائبة. نعم. والتاء للمخاطب مطلقا، يعني للمخاطب مطلقا بمعنى مذكرا أو مؤنثا. نعم، يعني أنت تقرأ، أنت تقرأين. ومفرد الغائبة، مفرد الغائبة بالياء، ومثناها بالتاء عفوا هي تقرأ. نعم. ومثناها وما تقرأ. والأمر ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم، مثل اقرأ وعلمه طبعا يقبل. نعم. من التوكيد مع دلالته على الطلب، أو ياء المؤنثة مع دلالته على طلب كلام. ومن الأخطاء الشائعة التي شاعت في بعض المناهج مؤخرا، الأمر ما يطلب به حصول شيء في الحال. غلط. يطلب في الحال. المستقبل كل ما كان بعد كلامك. أنا قلت لك أدرس، أنت مباشرة هذا مستقبل، لأنه كان بعد كلامك. الحال ما قارن معناه لفظا. يعني بعبارة أخرى، الحال هو اللحظة التي أنت فيها. لذلك ذهب عدد من النحويين إلى نفي زمن الحال، قال ما في حال، خير جننتون اللحظة التي أنت فيها. لاحظوا الآن الحال زمنه دقيق جدا وقليل في الاتساع. أنت تقول أنا أقرأ، أنا الآن أنطق بهذه الكلمات، لاحظ الكلمات التي نطقتها الآن قبل ثواني وذهبت صارت في الماضي. ما الحال؟ هو الحال الذي أنا أتلبسه الآن، اللحظة التي أنا فيها، التي لم تكن مستقبل، بعد ثانية كانت انتقلت إلى الحال، بعد ثانية انتقلت إلى الماضي. فلذلك الزمن الماضي متسع جدا، والمستقبل متسع جدا، أما الحال فهو يقال له الزمن الضيق، لحظي يقال الزمن اللحظي، الزمن الضيق قال له بعض المحاضرة، الزمن الضيق. نعم. لذلك يقولون الاستقبال والزمن الواسع. ومن هنا يعايون بعض المعاياة فيقولون ما أصل الأفعال، ما أول الأفعال، ما الأسبق من الأفعال في الزمن الماضي أم الحاضر أم المستقبل؟ الأسبق الماضي. المستقبل لم يحصل، الآن يحصل صار ماضيا، أليس كذلك؟ نعم. إذا قالوا الأسبق في الوجود والمستقبل ثم يكون حالا نعمله. لا، المستقبل لم يكن. الأصل في الكون العدم أم الوجود؟ العدم. في الكون العدم تذهب إلى قدم العالم. العدم أليس كذلك؟ أنه الكون محدث عند عقلا وشرعا، الكون محدث، محدثا بعد أن كان معدوما. فالأصل العدم ثم يحصل إلى آخره. أنت الآن مثلا، أنت الآن ماذا مثلا؟ تقول سأدرس، كويس، مستقبل، ثم تفتح الكتاب تدرس. هذا فتحك للكتاب وقراءتك ممكن خمس دقائق مثلاً، أو ساعة أو ساعتين أو عشر ساعات، الله أعلم. تمام، لا بس أدرس كما تشاء. الوقت الذي تدرس فيه الحال طوينا وانتهينا، ماضي. صار ماضيا. لاحظ على الترتيب، الأصل الاستقبال ثم الحال ثم الماضي. وابن هشام أشار إلى هذه المسألة في الغوني، وأشار إلى أن الكثيرين يسارعون في الإجابة بين الماضي الأصل في الزمن. كيف الماضي؟ الماضي كان بعد وجود الحال وبعد أن كان المستقبل أول شيء. أسماء الأفعال، أسماء الأفعال هي الألفاظ. يكفي إسماعيل، جزاك الله خيرا. نعم. أسماء الأفعال هي الألفاظ التي تدل على معاني الأفعال ولا تقبل علاماتها، وهي علاماتها. مفعول به منصوب علامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث. نعم. وهي على ثلاثة أنواع: اسم فعل ماض كهيهات بمعنى بعد وشتان بمعنى سرقة، واسم فعل مضارع كواي كواي ك
ارتويت بمعنى اتعجب، واف بمعنى اتضجر، واه بمعنى اتوجع اتالم. نعم. واسم الفعل امرا كصه بمعنى اسكت، وامين بمعنى استجب. نحن تكلمنا في الفصل الاول في الدروس الاولى ان الخاصيه في اسماء الافعال انها تدل على معنى الفعل لكن لا تقبل العلامه. هيهات معناها معنى بعده، وبعد فعل ماض، لكن هيهات لا نعتبرها فعل ماضي، لا نعدها ماضيا. لماذا؟ لانها لا تقبل العلامه، لانها لا تقبل التأنيث. واف معناها اتضجر لكن لا تقبل السين، لذلك قلنا اسم فعل مضارع. اسم بدي اعرابها. اي اسم مثلا اف اسمه فعل مضارع مبني على الكسر. وامين بمعنى استجب اسمه فعل امر وليس فعل امر، لانه لا يقبل ياء المؤنثه في المخاطبه، لا تقول اميني لفلانه مثلا. اذا امين بلفظ واحد. طيب الان اذا اسماء الافعال ماضيه ومضارعه وامر، ينبغي ان ننبه على شيء. معظم اسماء الافعال جاءت للامر، واقلها الماضي ثم المضارع والاكثر الامر. الماضي جاء منه اربعه تقريبا: هيهات بمعنى بعد، شتان بمعنى افترق، سرعان بمعنى سرعة أو أسرع، وبطئان بمعنى بطئة. سرعان ولا سرعة؟ سرعان. سيان. نعم. سيان. لا سيان تلك بعد يعني للتساوي، تقول سيان هما مثلان، يعني تقول هما سيان أي مثلان تلك العادة، لكن نقصد هنا على أسماء الأفعال. إذا سرعان وبطئان وهيهات وشتان، هذه أشهر. أظن في واحد آخر نسيته يعني مختلف فيه حتى، وش كان أظن ما أدري. نعم. واسم فعل مضارع أكثر منها بقليل، جاء منها وي وأف وأهوى وآ. اسم فعل أمر صح معنى اسكت، أمين معنى استجب. الآن سيقسم لنا أسماء الأفعال إلى قسمين، هذه معلومة جديدة لم ندرسها سابقا. نعم أستاذي. وتنقسم إلى مرتجلة وهي مرتجلة مرتجلة وهي ما وضعت من أول أمرها أسماء أفعال، كما مثل كما مثل كما مثل. إذا ما وضعت من أول أمر أسماء أفعال، يعني هيهات، هل استعملت مثلا مفعولا مطلقا؟ لا. هل استعملت اسما مجرورا؟ لا. بالضبط، في أصل وضعها للدلالة على هذا المعنى بمعنى بعضها. هذه اسمها مرتجلة، من قولك ارتجلت الشيء، تقول ارتجلت القصيدة، أي قلتها دون إعداد سابق. وارتجلت اسم الفعل، أي نطقته دون أن أستعمله في استعمال سابق، لم تستعمل في شيء سابق. نعم. ومنقولة وهي ما استعملت في غير اسم الفعل ثم نقلت إليه. إذا ومنقولة وهي ما استعملت في غير اسم الفعل ثم نقلت على طريق العارية الإعارة. نعم. والنقل أما عن جار ومجرورا كعليك نفسك أي ألزمها، وإليك عني أي تنح. يا جماعة عليك على حرف جار والكاف في محل جار بحرف جر اسم مجرور. طيب لكن العرب نقلوهما من حرف الجر والاسم المجرور الى ايش؟ الى اسم الفعل، فقالوا عليك تاتي بمعنى الزم، عليك نفسك الزمها. يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم، اي الزموا انفسكم، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، وهكذا. فكيف نعرب عليك نفسك او عليكم انفسكم؟ بالضبط، اسم فعل امر مبني على السكون. عليكم اسم فعل امر مبني على السكون، مبني على السكون. انفسكم اي نسينا شيء، اين فاعل عليكم؟ فاعل صفه الوجوه، تقديره انتم، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنتم. أنفس مفعول به، مفعول به منصوب وعلامة بسمة الفتحة الظاهرة، وهو مضاف والكاف مضاف إليه. على هذا الإعراب الجملة اسم الفعل؟ اسم الفعل، هذه الجملة اسمية. جملة اسمية. اسمية. الصحيح فيها أنها اسمية.
لماذا؟ لأن بعض هذه الأسماء طبعا بعض النحاة كالزمخشري أظن الزمخشري قال أن الجملة فعلية جملة الجملة المكونة من اسم الفعل وما بعده اسمية فعلية هي أسماء وأفعال اسم يعني اسم يدل على معنى اسمية. الفعل فالصواب أنها اسمية لا سيما أن بعضها ينون والتنوين من خصائص الاسم وصهر ومهن الإشكال موجود بالنسبة الخلاف موجود ولو قلت فعلية لم تكن مخطئة يعني لكن اخترت المرجوح نعم هل يعني على هذا الخلاف طالما أنه هو اسم فعل ولكن كان في فاعل اي نعم في مفعول به فعلى هذا الأساس أنه هي أقوى هذا العمل الأصل للأفعال هذا اعتبار هذا صار ما هو راجح من وجه ومرجوح من وجه هو راجح من يعني وجه الأصل أن تكون جملة فعلية خلاص فعلية لكن هنا لماذا قالوا أيضا حتى الأسماء أحيانا تتحمل الضمير اسم الفاعل ما فيه ضمير يعني زيد ضارب عمرو يعني ضارب هو لكن الكلام فيه وجاهة يعني ليس بالبعيد أو عن ظرف كدونك الدرهم أي خذه مكانك أي أصبر أصبر أيضا عنا جار مجرور نقل إليك إذا صار عنا عليك تأتي بمعنى إلزم وإليك تأتي بمعنى تنحو وأنا أقول دائما مشكلتنا مع النحو أننا لا نستعمله لو استعملنا النحو في الدروس العلمية على أقل تقدير أمرنا اختلف يعني في العربي حتى في التطبيق وفي الفهم وفي الاستيعاب وفي فعليك مثلا لا نستعمله نحن الآن من استعمالات الميتة استعمال عليك اسم فعل من استعمالات الميتة رغم أنها في البيان الرفيع جاء وإليك إليك عني تنحى فنقول إليك اسم فعل أمر مبنيا على الفتح نعم وقال قد ينقل عن ظرف دون في الأصل ظرف مكان طيب استعملت دون اسم فعل أمر بمعنى خذ قل دونك الكتابة يعني خذه دونك ماذا نعرف دونك اسم فعل أمر مبنيا على الفتح الكتابة مفعول نعم وكذلك مكانك وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي مكانك أي اثبتي مكانك تحمدي أو تستريحي ليس لازم نقول فعل محذوف عن اثبتي مكانك لماذا تقدر أحسن ما أقول اسم فعل مثلا بمعنى اثبتي إيه لكن هذا له نظائر مثل دونك الكتاب كيف ستقدر خذي الكتاب قالوا طالما أن الظرف جاء مكتفيا دالا على معنى الفعل والشيء بالشيء يعني يقربه هذا ظرف هذا ظرف فأفضل من أن نقدر أثبت مكانك عرفنا؟ طالما أن الظرف أثبت مكانك تحتمل التقدير بس دونك الدرهم ما تحتمل التقدير أي هو أي لكن لماذا أقصد لماذا نقدر هنا ولا نقدر هناك لنجعلهما على نمط واحد لا سيما أنهم لم يقولوا في مرة من المرات في مثل هذا السياق والأسلوب بالمناسبة هنا تذكرت شيئا أسماء الأفعال لماذا جاءت؟ جاءت للتوكيد مكانك أبلغ من قولي أثبتي لماذا؟ دائما هذه قاعدة النمط المعتاد يعود السامع على إيش؟ على رتابة نهاية السامع ينتهي ما يعود لا يركز ولا شيء لكن إحداث ثورة لفظية في ذهن السامع وفي سمعه هذا من اختصاص العربية فلذلك غايروا في الأساليب يعني ما قالوا دائما أثبت يعني قالوا مكانك العربي الذواق فورا تتنبه عنده منبهات السمع مكانك ما قال أثبت قال دونك ما قال خذ دونك أبلغ من خذ لذلك المغايرة في الأساليب إنما تأتي للتوكيد وللتنبيه تنبيه السامع بأساليب معينة وهكذا كلمة هاك نعم هاؤم كذلك هاؤم بمعنى خذ اسم فعل أمر وهاك نفس الكلام هي إما ها سيتكلم عليها إما ها بدون همزة فتقول هاك هاك هاكما هاكم وإما ها فكذلك هاء هائي هاؤما هاؤم هاؤم إلى آخره هاؤنا أو عن منظر كرويد أخاك كرويد أخاك كرويد أخاك أي أمهله أمهله نعم وبله الأكف بل هل أكف بل هل أكف و
اتركها. طيب هذه تحتاج الى توضيح. رويد في الاصل مصدر للفعل أرود، بمعنى أذهب. أرود ما مصدره؟ أفعل ما مصدره؟ إفعال، يعني أرود إرواد. صغروا هذا المصدر إرواد تصغير ترخيم فقالوا رويد. طيب فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ما يعرف رويدا؟ شو سميت هذا التصغير؟ تصغير الترخيم، معنى تصغير الترخيم الذي يقوم على حذف الزوائد. حذفنا الهمزة وأتينا بالياء فصارت رويدا. إن شاء الله سندرسها في بابها. أمهلهم رويدا، ما يعرف رويدا؟ بالضبط مفعول مطلق نائب عن المصدر، يعني أمهلهم إمهالا. طيب معناها رويد ليست دائما اسم فعل. قال انتبه، كلمة رويد هذه الأقلام سبحان الله من أول الحصة نحن نعاني معها. رويد رويد إذا أضيفت فهي مصدر، يعني مفعول مطلق. أقول رويدك، رويدك. ماذا نعرف رويدة؟ مفعول مطلق لفعل محذوف، يعني تمهل تمهل، مفعول مطلق لفعل محذوف، والكاف في محل جر مضاف. إذا رأيتها مضافة تقول رويد أخيك. مفعول مطلق لفعل محذوف، وأخي مضاف إلى مجرى على مجرى الياء وهو مضاف والكاف مضاف إليه. أو إذا نونت كذلك فهي مصدر مفعول مطلق. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إذا رأيتها منونة أو مضافة تعرفها مفعولا مطلقا. فإن جاء بعدها اسم منصوب فهي اسم فعل أمر، بمعنى أمهل. أقول رويد الصغيرة، يعني أمهل الصغيرة. أمهل الصغيرة، فرويدة اسم فاعل، اسم فاعل أمر، والفاعل أنت، والصغيرة مفعول به. إذا جاء بعده اسم منصوب نعتبره هو اسم فعل أمر. رويدة، رويد. تنظر إلى ما بعده، إن كان منصوبا اعتبرته اسم فعل، إن كان مجرورا أو منونا هو نفسه عفوا فإنك تعتبره مفعولا مطلقا. هذه قصة رويد. الأصل في رويد أنها اسم فعل ولا مصدر؟ مصدر. مصدر. نقلوها من المصدرية إلى اسم الفعل، معناتها على الاسم الفعل منقول أم مرتجل؟ منقول. منقول عن ماذا؟ عن المصدر. فصار عندنا أسماء الأفعال المنقولة منقول عن ثلاثة، منقول عن جار مجرور، مثل عليك وإليك، عليك نفسك، عليك بمعنى إلزم وإليك بمعنى تنحى، أو منقول عن أفغار مثل دون، أيوه دون ومكان. طيب أو منقول عن مصدر مثل رويدة وبلها. طيب بمعنى ترك. شو مصدر؟ هي مصدر لفعل غير مذكور أو لفعل غير مستعمل. الفعل المستعمل أترك، تقول أترك الكتاب بلهم. أترك الكتاب بلهم. ماذا نعرف بلهم هنا؟ مفعول مطلق. لماذا؟ منصوب. لأنه نون. منون. طيب بلهم إيش معناه؟ تركا. تركا. أترك الكتاب تركا. هاي فخمة هي. أستاذ ما في فعل غلط. فإذا قلت أترك الكتاب بلهم تكون قد بالغت. نعم. مع بهدلت. تقول بل هل كتابي اسم فعل؟ لا، إذا أضفناه مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أترك بل هل كتابي. إذا أضفناه نفس الحال مفعول مطلق لفعل محذوف. طيب بل هل كتابة اسم فعل؟ اسم فعل. الكتابة مفعول
نعم استاذ ما في فعل البلهة ما لازم تكون غير مرتجل يعني لا ليس هذا لكن هو المقصود هي من المصادر لماذا لأنه أحيانا بعض المصادر لا أفعل لها في مصادر لا أي مثلا تقول يعني لا أفعل لها مستعملة بهذا المعنى يعني لبيك لبى تلبية لكن لبيك المصدر هذا لبيك فعله وكذلك تقول في فعل سبحان الله نسبح لكن سبحان هو بهذا المصدر لعلم المصدر لا استعمال فعل له قبله فعل قبله لا يستعمل قبله لا يستعمل قبله هنا هذه فعلها من غير لفظها لأنهم استغنوا بترك عن بلها بدل ما يقولوا بلها بلها وإنما قالوا بلها ترك ترك بلها وأسماء الأفعال تكون بحالة واحدة للواحد والاثنين والجماعة هذه همة يعني هيهات تكون للواحد والمثنى والجماعة والمذكر والمؤنث نعم وكذلك صح للمذكر والمؤنث المفرد المثنى الجمع مذكرا ومؤنثا نعم سواء في التذكير والتأنيث إلا إذا كان فيها كاف الخطاب بالضبط كعليك وإليك فتتصرف على حسب هذه الأحوال فتقول عليك وعليك وعليكما وعليكم وعليكن وعليكن أنفسكم سواء أي خبر مقدم نعم سواء لا هنا لم يذكر بعد لا استعملها استعمالا آخر هنا حال يبغي أن تنصب إذا وأسماء الأفعال تكون بحالة واحدة سواء في التذكير والتأنيث أو أنه خبر لمبتدا محذوف الأمر سواء في التذكير والتأنيث الأصل أن تكون سواء بعد همزة التسمية يعني سواء كانت في التذكير أم التأنيث نعم خبر مقدم ما بعدها مبتدا هذا الأسلوب الشائع فيها لكن قد تأتي حالة هلا هنا وأسماء الأفعال تكون بحالة واحدة سواء يعني مستوية في محل نصب أو هي حالة نعم وكلها سماعية إنما كان على وزن فعال انتهينا دقائق فقط أربع دقائق نعم وكلها سماعية وكلها سماعية إنما كان على وزن فعال فعال كنزال وقتال فيقاس في كل فعل ثلاثي متصرف غير معقول جميل يا جماعة أسماء الأفعال التي مرت بنا كلها هل يجوز لك أن تقول إيه جميل طالما دون الظرف مكان إذا قبل أنا سأستعمل قبل اسم فعل لأنه انتبه قف مكانك أسماء الأفعال سماعية يعني نقتصر فيها على ما سمعناه عن العرب أما أن تأتي أنت وتقيس على ما وضف لا تستعمل مني والله مني مثل إليك أو منك أستعمل لا لا مش سماعية كل أسماء الأفعال إلا في حالة واحدة ما كان على وزن فعال من كل فعل ثلاثي متصرف مثبت تام يعني أقول كتب أعطني اسم فعل أنط كتابي كتابي على وزن فعال قياسا درس دراسي نجح نجاحي خرج خراجي وهكذا يعني انه اطلع دراسي دروس ايوه اسم فعل امر هي قياسيه فقط في هذا الموطن ما معنى قياسيه يعني لا تحتاج ان ترجع الى كلام العرب حتى ترى يجوز او لا يجوز لك ان تقيس دون ان نعم اسم فعل امر نعم اسماء الأفعال أسماء الأصوات وهي على نوعين نوع مخاطب به ما لا يعقل من الحيوان ما لا يعقل ما لا يعقل من الحيوان كهس للغنم وهي للجمل للجمل أعزكم الله أيضا يقول للحمار س س س س وهذه تختلف يعني حسب التطور طيب الآن ما صار عندنا أصوات غير الأصوات أيوة يحكى لاحظ إما أن يكون أسماء الأصوات موجهة إلى مخاطب لما لا يعقل عزكم الله من الحيوان وإما أن يكون أنا أحكي الصوت يعني أقلد الصوت أو أقربه فنقول مثلا نعم كغاق صوت الغراب يعني الغراب ماذا يقول يقول غاق 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 هكذا مثلا هذه حكاية للصوت وليس خطابا لما لا يعقل وطق لصوت الحجر أيوة
الأسماء الأصوات كلها سماعية. كلها سماعية على الأرض ولا تدخل في الإعراب، لا تعرب. يعني تقول اسم صوت لا محل له من الإعراب. لا يأتي لا فاعلا ولا مفعولا ولا خبرا ولا مبتدا ولا شيء. والحمد لله رب العالمين.